شكرا سيد الرئيس. دكاتيتري. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا اللي جاء به شعبنا العظيم في الثورة هذه. ونتسألوا اليوم احنا كنا في المستوى ولا الإجابة متاعي هو احنا بعاد ياسر. بعاد ياسر على الرسالة هذه اللي بعثها لنا شبابنا وشعبنا العظيم. النسخة متاع الدستور اللي بين يدينا هذه اللي هي ماهيش مشروع دستور تابع للقضية متاع التحريف اللي صارت اللي للأسف كنت نسخايل باش نلقى سند من النواب الكل اللي يعرفوا اللي تعداوا من لجان تأسيسية وكانوا ينجموا يدافعوا على الفصول اللي هما صادقوا عليهم داخل اللجان واللي تمست في النسخة الأخيرة. أما عديد كبير من النواب يخموا اللي النسخة هذه ماهيش المشروع النهائي متاع الدستور. ونبعث رسالة لرئاسة المجلس باش يسرع في أحداث اللجنة التوافقية اللي عملنا زوز اجتماعات برك وباش يعمل لنا اجتماعات عديدة باش نجموا ندخلوا نصوتوا فصلا فصلا بنص توافقي. والثورات وزملاء يعرفوا استشهدوا برشا مرات على الصعوبة متاع المسار الثوري في عديد البلدان وعنا مصر اللي عايشة أزمة كل واحد على أن زاوية يراها. أما احنا مطلوبين هوني كنواب باش نخزروا لك اللي صاير في مصر وناخذوا الدرس ونمشيوا في التوافق الحقيقي. باش ناخذ بعض أمثلة علاش النص هذا ما يتجاوبش مع إرادة متاع الشعب التونسي. النص هذا يعطي يفك السيادة من أيدين الشعب ويعطيها الأغلبية أغلبية نيابية. احنا في المسار نحبوا نطمحوا باش نبداو في الأغلبية القادمة إن شاء الله. أما نرفضوا اللي السيادة تبقى في بين يدينا. نحبوا السيادة تبقى في دين الشعب. النص هذا شنو يخول بالنسبة للأغلبية بالنسبة للحقوق والحريات مثال. وأنا في لجنة حقوق وحريات ما معنية بالأمر هذا خاصة. الأغلبية النيابية تصادق على الحقوق والحريات وما فما حتى آلية متاع مراقبة ولا ضغط على القرارات هذه متاع الأغلبية. عندنا فصل 80 اللي صار اختيار صيغة بين زوج صيغ اللي طرحتها اللجنة التأسيسية المعنية بالأمر. الفصل 80 هذا يخلي رئيس الدولة اللي هو منتخب من طرف الشعب اللي هو يمثل الشعب التونسي كيف يجي مشروع قانون صادق عليه المجلس النواب بالأغلبية المطلقة قانون أساسي يرجعوا على خاطر يرى فيه عيب ولا يرى فيه ربما تعديل يرجع المجلس النواب ويعاودوا يصادقوا عليه في نفس الأغلبية ويرجعوه له ويقولوا له صحح. كان هذه فيها احترام إرادة الشعب خلي يقولوا لي زملائي يفسروا لي وين إرادة الشعب في الفصل هذا. المحكمة الدستورية مسيسة بالتركيبة متاحة لذا ما نجموش نعملوا عليها في مراقبة الدستورية القوانين ما دام كذلك الأغلبية طاغية عليها وفما صلوحيات متاع المحكمة الدستورية تحذفت من النسخة الأصلانية متاع اللجان تتحذف في المشروع الأخراني هذا اللي ماهوش مشروع. كيفاش يعقل اللي حق الطعن المباشر يتنحى؟ كيفاش يعقل من بعد ثورة بعد ما نعملوا محكمة دستورية اللي هي بالحق حاجة جديدة في تونس نحيوا لها كل صلاحياتها وبالأخص الحق هذية الصلاحية هذية وكذلك حق العرض من طرف 10 نواب يحذف؟ معناها اللي قاموا بالعملية هذه ما نعرفش وين قراوها الديمقراطية. باش نتعدى الجانب آخر
اللي هو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية اللي في باب حقوق وحريات صار نجارة على حالها. نعطيه الحق في بيت، حق في الصحة، حق في الثقافة، حق في التعليم، الحق في العمل، بالأخص كارثة فيها النص، ونحيوه على خاطر اللي عملوا العملية هذه متخوفين ويغاول الدولة الجاية القادمة باش تبدأ عاجزة باش تبدأ تتجاوب مع مطالب الشعب. الشعب جاء طالب حقوق اجتماعية، طالب الكرامة، والكرامة هي الحقوق الاجتماعية. كيف يحذف مثال في حق في الصحة في الفصل 37، اللي الحق في الصحة هذا الدولة تضمنه وتضمنه لكل مواطن بدون تمييز. الفكرة اللي مشيت فيها اللجنة هي اللي في كل قرية فما مستوصف، وفي كل مستوصف فما دويات وفما وسائل نقل باش يوصل الواحد للمستوصف. أما للأسف النسخة هذه متاع ناس جبناء خايفين، الدولة ما تنجمش، الله غالب، أو كاحنا نعطيه قائمة متاع حقوق ما مولاها ربي. بالنسبة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، حق التعليم كيف صار مساس به، الحق متاع ذوي الإعاقة اللي فما جمعيات جاونا وخدمنا معاهم برشا ومشينا في فصل جيد، ونعرفوا احنا الصعوبات اللي يعيشوهم ذوي الإعاقة باش يندمجوا في هالمجتمع. تتحذف فقرة كاملة اللي هي تقول اللي على الدولة توفير ما يمكن لها باش هالمواطنين هذوما يعيشوا كما الناس الكل. تتحذف في الجملة. البيئة كذلك، المسؤولية، شكون معناه اللي يلوث في البيئة؟ المؤسسات، الأشخاص والدولة يبداو مسؤولين. هذيك تتحذف زيادة. ومن بعد زملاء يقولوا فما بعض نواب يندوا والتنديد نتاعهم ما عندوش معنى. عنده معنى، على خاطر النص اللي وصلنا له احنا كان ينجم بالنسبه للحقوق الاجتماعيه على الاقل ينجم يقدم بينا قدام. الحق في العمل هو كارثه بطبيعته، معناها حتى اللي تعدى في النسخه نتاع اللجان ما فماش حتى دور نتاع الدوله في تقليص البطاله، والشباب هذايا اللي قام بالثوره وما اسباب اساسي نتاع المطالب نتاعو هو العمل والشغل، ما فماش حتى شيء يعني هذا. باش نتعدى النقطة أخرى هي منويل المجتمع. صار تحريف النص كذلك بالنسبة للفصول اللي خاصة بالأسرة وخاصة بالطفل، وفي الضبابية الموجودة بالنسبة للدولة المدنية اللي كما قالوا زملائي احنا عايشين في دولة مدنية ونحبوا هذا يتواصل، وهذا كان اللي صرحت به الأحزاب الكل في قبل الانتخابات 23 أكتوبر، حتى حد ما صرح بدولة دينية وصار انتخابه على الأساس هذاك. احنا نطالب دولة دينية، وفي مساس الفصول متاع الأسرة والطفل احنا نراو تهديد لحقوق المرأة التونسية والتهديد على المساواة بين الأطفال تونس. باش نكمل نقطة أخيرة، الحاجات اللي ناقصين هي حتى في النسخة الأصلية خرجت من اللجان، فما نقاط ناقصين هي مقاومة العنصرية، هذا مطلب زيادة متاع مجتمع مدني، كذلك الحرمة متاع الوطن، معناها اللي نبداو متيقنين اللي ما يكونش مساس من أي شبر هالوطن هذا. الثروات الطبيعية لازم الاستغلال متاعها يكون في فايدة الشعب التونسي. الهوية المتوسطية، أنا استغرب كثيرا وكثيرا وكثيرا كيفاش نحيو قدمة من تاريخنا من هويتنا على خاطر فما دولة محتلة افتكت نفوذ على البحر الأبيض المتوسط. احنا نتخليو من تاريخنا، نتخليو من الشعاع متاع الحضارة التونسية في البحر الأبيض المتوسط باش نجاملوا المحتل هذايا. وشكرا.